سويت علاني لغنى يا مستحق الغنى أوه يا أمنياتي وهواي ما لا سواك الغنى. مشاركين مع ضيوف الولاية في مدرسة مكرام. من الخرطوم لكن ما حسينا بانه نحن نازحين والحمد لله الناس كلها وقفت معانا بالذات ولاية كسلة. زواجها لموكلي عثمان إدريس بكري محمد آمين تقبلها ربها بقبول حسن. تقدم بخالص التهنية لابننا عثمان وابنتنا مواب ونتمنى لهم حياة زوجية سعيدة. رغم الصعاب ورغم التشرد ونحن ما زلنا على عاداتنا وتقاليدنا وثقافاتنا. وإن شاء الله زواج خير وبركة وإن شاء الله يعني نسأل الله إنه ربنا يوفقهم في حياتهم.